تالي فقرتنا التالية رح نروح لنتعرف على مفهوم الجودة بمحطتنا التالية ضمن رحلتنا ونتعرف على هالمصطلح وأنواعه واللي بحققه بالنسبة للمنشآت الصناعية وأيضا نتعرف على شركاء الجودة الخمسة مع السيدة ناتالي أطويل استشارية أستاذة في نظم إدارة الجودة. يسعد صباحك سيدة ناتالي. صباح الخير وكل سنة وأنتم سالمين على الجميع بالخير إن شاء الله. يسعد صباحك أستاذة ناتالي. يعني دائما نحن مواضيعنا بتخص الجودة وهو عنصر كتير مهم بأي سلعة أو أي غرض ممكن نحن نقتني. خلينا أول شيء نعرف أو ما المقصود بالجودة. الجودة هي النوعية أو بنقدر نقول باللغة الكواليتي اللي دائما بنحكي فيها إنه نحن بدنا نوعية للمنتج أو الخدمة اللي بناخده من المنتج أو من المنشأة سواء الصناعية أو الخدمية. فالكواليتي هو عبارة عن إمداد المستهلك أو الزبون بما يحتاجه من مواصفات بهذا المنتج أو بهالخدمة بالوقت المناسب وزائد يكون السعر مقبول ومناسب. طيب شو هي أنواع الجودة؟ أنواع الجودة بتاخد 3 مستويات للجودة. عندي أول شيء جودة التصميم، وجودة التصميم هي عبارة عن المواصفات، عبارة عن الخصائص متعلقة بالمنتج أو الخدمة. بننطلق بعدين لشيء اسمه جودة المطابقة. جودة المطابقة هل يا ترى نحن عملنا عملية مطابقة بين هالمواصفات وبين هالمنتج أو الخدمة المقدمة؟ نعم. بعدين ننطلق طبعا لجودة الأداء، مؤشرات الأداء هي عبارة عن مقياس منقيس نحن يا ترى بهالتصاميم وبهالمطابقة هل تم عملية تلبية لهالمواصفات بمقاييسها ومعاييرها المطلوبة. بهالطريقة بنقدر نحن نعرف ونحكم انه هذا المنتج لبى متطلبات الزبون او الكاستمر. طبعا تماما، يمكن دائما الهدف هو الجودة لأي منتج. طبيعي. وقديش مهم الحفاظ خلينا نقول على مستوى الجودة، او اذا ما كان مثلا المنتج صحيح قد ايه بيأثر ايضا سلبا على الشركة تبعه. طبيعي. او على يعني ممكن نقتني نحن هاي السلعة شفنا انه هي مانا منيحه، فنحن الشركه كلها ملغيه لو طلعت منتج ثاني. فقد ايه مهم مو بس تخصيصها، تعميمها للجوده لكافه المنتجات. تمام. انا دائما بقول باي منشاه صناعيه او خدميه بنعمل عمليه بناء للنظام، نظام الجوده، انه مو بس انه نوصل للجوده، هي المحافظه على هذا المستوى. تماما. لانه هذا المردوديه بتعود للمنشاه من طرف وللزبون، بيصير في جسر ثقه، وهذا جسر الثقة بيكون بين الطرفين دوما. يعني بين الزبون وبين المنشأة، لما بيلاقي حاله انه هو دائما لما عم بياخذ هالمنتج او عم بيتقدم له خدمة بنفس المواصفات وبنفس السوية، فبتلاحظي انه بيرجع بيقتنيها مرة ثانية، وهذا اللي حكيتي فيه. صح. تماما. يعني المنشآت الصناعية وقت هي يمكن بدها تدرس طرح اي منتج او اي شيء بدها تطرحه الى الاسواق ولا الزبون، كيف لازم تحط معايير للجودة؟ تمام. معايير الجودة دوما بتكون في معايير داخلية ومعايير خارجية. معايير داخلية في عنا مواصفات كتير. نعم. مواصفات تعنى بالجودة، مثل هلا المواصفة اللي هي الإدارية الأساسية هي مواصفة ISO 9001. نعم. فيها 10 متطلبات أساسية تعنى المواصفة بتطبيقها. طبعا التطبيق بيكون بعملية الضمان وعملية الضبط اللي هو الكنترول. فأنت بكل مرحلة من مراحل تطبيق الجودة للمنتج هي عبارة عن سلسة عمليات، هالعمليات مترابطة ومتكاملة بين بعضها. فأنت لما بتطبقيها بشكل صحيح وبشكل مضبوط وفي كنترول لكل مفصل من هالمفاصل بمدخلاتها ومخرجاتها، فأنت بالنهاية طبيعي رح توصلي للمنتج بتطبيق المواصفات والمعايير المطلوبة من قبل طبعا الزبون. تماما. يعني دائما نحن بنقرأ أنه الجودة ومعايير الجودة وشركاء الجودة، منهم شركاء الجودة الخمسة. تمام. هلا أنا دائما لما بيقولوا شركاء الجودة الخمسة بقول لهم هي مثل لوحة الفسيفساء. تماما. هالشركاء الخمسة هن كل قطعة بهاللوحة مترابطة لتعطيك اللوحة بشكلها النهائي اللي هي منظومة الجودة بشكل. تمام. نهائي. أول شريك من شركاء الجودة هو الزبون، وهي أهم نقطة نحن بنركز عليها اللي هي عبارة عن رضا الزبون. فالزبون طول ما هو رضيان على هذا المنتج أو على هالخدمة المقدمة من طرف المنشأة صناعية أو الخدمية، فنحن بنقدر نقول بداية الإطار تبع هاللوحة اللي هي منظومة الجودة.
فالزبون رقم واحد بهالشركاء. نجي للشريك الثاني اللي هو بقى العامل داخل المنشأة الصناعية أو الخدمية أو الموظف. طبعا هو كتير بهمه هاللوحة تكون بأفضل شكلها، لأنه هذا بيعود له، تلاقي في مردودية له سواء بموقعه الوظيفي أو سواء مثلا بالمردودية المادية بالنسبة له. نجي لثالث شريك اللي هو الإدارة العليا اللي هي المستلمة موضوع تطبيق نظام الجودة. فملاحظ متى ما صار في عنا تطبيق صحيح لهذا النظام بجميع مفرداته وجميع متطلباته، فبالتالي رح يكون في ميزة تنافسية، لأنه نحن دوما بالسوق في عنا عدة شركات وعدة منشآت بتطبق نظام الجودة، بس للأسف منلاحظ هون الميزة التنافسية، هالمنشأة كيف بتطبق وهالمنشأة كيف بتطبق. فهذا ثالث شريك. رابع شريك هو المورد اللي هو بيقدم لي هالمواد الأولية، اللي هي بنقدر نقول أنه دائما المنشأة هي بين طرفين، المورد من طرف اللي هو عم بيقدم المادة الأولية أو عم بيقدم الخدمة الداتا مثلا، والطرف الثالث اللي هو عبارة عن الزبون. فالمورد لما بيلاقي كمان نرجع للوحة الفسيفساء بعناصر الثلاثة عم تكون متشكلة بشكل صحيح، فمنلاحظ أنه المورد رح يكون في ثقة انه في تعامل صحيح بينه وبين هالمنشأة الصناعية. واخر شريك هو المجتمع اكيد، لانه نحن متى ما صار عنا استكمال لهالاربع عناصر بلوحتنا الفسيفسائية اللي بنقول عنا منظومة الجودة، فبنلاحظ هذا المردودية عم ترجع على المجتمع بشكل عام، بنلاحظ ارتفاع بمستوى الجودة بكل المنشآت، فبنلاحظ انه العنصر اللي هو عبارة عن الخدمة او المنتج اللي اقل من هالسوية لحاله بينرفض، تلاقيه صار بعيد عن مثل ما بيقولوا حلقة الجودة. نحن نركض او بنقدر نقول دائما بنتابع الضل بنفس السويه. يعني وقت بدنا ندرس يمكن كيف نقدم جوده جيده وبتكون بمشاركه هي العناصر كلها اللي حضرتك ذكرتيها، كيف بيتم العمل على يمكن اختيار الجوده المناسبه لهي الشركه؟ الجوده مثل ما قلت لك هي عباره عن مجموعه عناصر مترابطه تماماً. بعده نقاط. بس كيف فينا نقدر نحدد دور كل عنصر؟ تماما، نحن امام موارد، موارد ماديه وموارد بشريه. الموارد البشريه كل ما انا عملت دورات توعيه وتدريب وعلمتهم كيف طريقه يتعاملوا بالجوده من خلال هالمواصفات، اعمل لهم دورات توعيه، تعليمات، بروسيجر، اجراءات بالمنشاه لما ببني النظام من خلال توصيفهم الوظيفي، موقعهم بالهيكل التنظيمي، فانت بلشتي تحطيهم على طريق الجوده. نفس الشيء بالنسبه للموارد الماديه، انا قدام اله او قدام داتا، فكيف انا بدي اتعامل مع هالاله او كيف بدي اتعامل مع هالداتا الموجود؟ بحط لها مثلا work instruction اللي هي تعليمات العمل لأقدر أنا أتعامل معها بشكل صحيح. فمثل ما تفضلتي في عملية تأهيل، وهذا اللي نحن إجمالا شغلنا، أنه نحن بنبني النظام بأي منشأة صناعية أو خدمية لنحطها على طريق الجودة، وبعدين نعمل عملية تحسين وتطوير. ما بيصير النظام لما بينبنى يضل بوضعه بسويته، لازم دائما أنت تحسني وتطوري فيه لتوصلي للسوية وتحافظي عليها. تماما، يعني ايضا يمكن حكينا كثير عن الجوده وعلامات الجوده، قد ايه كمان مهم تخصيص الجوده بمنتج معين. نحن فينا نعممه على المنتجات، ولكن نخصص منتج معين بنسبه عاليه من الجوده والمحافظه عليها، قد ايش مهم انه نشتغل على هذا الشيء. كثير بنشوف شيء مقلد، خلينا نقول صحيح. هي يمكن هالفكرة اللي بدي اوصل لك اياها، انه عم نشوف كثير منتجات ذات جودة عالية ومقلدة. هل الجودة فينا نقلدها؟ الجودة لا تقلد تماما، لسبب واحد، نحن دائما بمتطلباتنا في شيء اسمه رضا الزبون واستبيانات الزبون. 100%. فانا دائما بتابع مع كل المنشآت، برجع بقول لك الصناعية والخدمية، لانه هالمواصفة بالذات اخذت الاصدار الخامس الشقين، انا عم بقدم خدمه او عم بقدم منتج، فدائما لازم تابع مثل ما تفضلتي استبيان الزبون. هون ببين عندي في تواصل، ما بكون بعيده كمنشاه صناعيه انا بالمنطقه الصناعيه او بعيده عن الزبون، فبعمل استبيانات الزبون، يا ترى هذا المنتج هلا عم بيتقدم نفس سويه الانتاج قبل فتره،
فهذا اللي دائما بنحكي فيه انه نحن استبيانات الزبون بشقيها، رضا الزبون وشكوى الزبون، لازم دائما نتابع عليه كمنشأة صناعية او خدمية لتضل بهالسوية وما تتقلد، اللي هي هالعلامة التجارية اللي بنقول لهم في حقوق ملكية لهذا المنشأة لازم تحافظ عليها وتحافظ على سوية الجودة فيها، يعني بالتشارك طبعا يعني مع الزبون. يعني ختاما سيدة ناتالي، ما هي الرؤية المستقبلية لأهمية الجودة من الناحية الداخلية والناحية الخارجية للمنشأة؟ الجودة ما عادت من الأمور الكمالية بأي منشأة صناعية أو خدمية، هي مطلب أساسي لتواجد المنشأة. كل منشأة بتلاحظي بعد فترة لو انطلقت بقوة، ما أنا عاملة نظام سيستم للجودة بشكل صارم أو بالالتزام كامل جوا المنشأة، لاحظي بعد فترة للأسف تبدأ تهرها المنشآت. يعني دوما البقاء للجودة، دائما في عنا شيء اسمه مردودية داخلية للجودة، ملاحظ في عنا خفض للتكاليف مثلا، للهدر، تقليل تفهم الموارد البشرية، تفاعلية وتشاركية أكثر بهالعناصر اللي بنحكي فيها. والمردودية الخارجية اللي هي نحنا برجع دائما وبكل حلقة بقول إنه نحنا عنا الصناعة السورية، دوما عنا مواد أولية جدا ممتازة، القطن السوري، القمح السوري، كل مواردنا نحن كثير بدنا بس نتابع. يعني عنا الموارد بس انت بدك تحطي المواد والآليات اللي بتدير هذا الموضوع. فطبعا المردودية داخلية والمردودية خارجية بالبصمة اللي بتتركها المنتج السوري ذات الجودة وذات المستوى العالي. ان شاء الله دائما نحافظ على هي، نقدر نحافظ على هي ان شاء الله. اكيد بدنا نتشكر وجودك معنا استاذه ناتالي الطويل، استشاريه في نظم اداره الجوده. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك سيده.